اقف بقى طبعًا. معاك عند الصين، مش هقول لك ايه الفرق ما بيننا وما بين الصين، لان احنا النهارده كل حاجه في حياتنا يمكن الاكل بس هو اللي ما بقاش صيني. ليه احنا ما نوصلش للصين، او ايه اللي ناقصنا، او فاضل لنا كام سنه عشان نبقى قريبين شويه من الصين؟ ان احنا نفكر بفكر برودكتيف، ان انت ازاي تنتجي. الحكومه السنه دي من ساعه الثوره كانت المرتبات 80 مليار في السنه، دلوقتي احنا بقينا المرتبات 220 مليار في السنه. هل ده كان قصادها ريفينيو او ربح؟ لا. لا، ده كان قصاده ان انا ظروف سياسيه معينه، ان احنا كان في ناس بنحاول نوضب لهم حياتهم في المينيمال ويج والحد الادنى للاجور و و و. هم لا، هم بيشتغلوا بالعكس، هم عندهم دلوقتي اكبر مصانع امريكا وكذا وكذا بتصنع في فاسيلتي في الصين. ليه؟ لان احنا مش مشكله ان احنا 90 مليون، احنا المشكله ان احنا عاوزين نشتغل اكتر. هم دلوقتي بالمليارات بس بيشتغلوا. فعشان نوصل للموضوع ده، ان انت لازم ان الموظف الكويس ياخد اكس والموظف الوحش ياخد نص اكس، ولازم يتعمل ورنينج ليترز و و. فاحنا عاوزين نزود الانتاج. اول ما تزودي الانتاج يبقى العدد 90 مليون هيبقى كويس، لكن لو بقينا 200 مليون هيبقى احسن.